اكتشفت منها ببغاء. طيب السؤال بيكون صعب الان شويه، فشدوا حيلكم. السؤال يقول بحرف التاء. يلا التاء، ها مو التاء، التاء. معرفة الأحكام والنطق الصحيح للقرآن الكريم. تنوين. تنوين. تجويد. 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 لا 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 لا. تجويد. قالت تنوين. لا إجابة خاطئة. بعدين قلتي تجويد صح؟ إيه. لا بعدين أنا قلت. لا تجويد. ايش تتوقع الصح؟ تجويد. تجويد. انا قلت بعد، انا قلت يوم قالت تنوين. هي دام انها دقت الجرس. أيوة. انا ما يهمني الاجابه الثانيه، انا هاخذ الاجابه الاولى. اجابه خاطئه. اذا صح هتاكل منها 5 دقائق. خاطئه. خاطئه. واذا غلط هتاخذ من نفسكم 10. 10. خطا. تجويد صح. يا جماعه لا تقولوا خطا، عشان ترى يعني ضميري انبني انا مسكين يعني. والله يا جماعه انا احزن عليكم يعني، وما يصير عندي متعه انا اقول خطا وافرح. الله المستعان. لا تطلوا، لا تشوفوا الاسئله. التنوين اجابه غلط. غلط. اكلتوا من نفسكم 10 نقاط. يلا شدوا حيلكم، ما عليكم ان شاء الله تعوضوا. صيحة حقكم بوم وما بوم. هذه دحين التجويد، التجويد زعلنا احنا والجمهور ما ادري ايش. يلا السؤال الاخير في هذه الجوله. بحرف الميم. الشخص الذي يصبغ وجهه ويضحك الناس. المهرج. صح. انت تساعديه ولا اديتيها كف؟ ها؟ مساعدة. والله مساعدة هذه بالقوة. طيب المهرج. هي قامت يعني، هي قامت نفس الوقت قلنا. طيب في شيء اسمه الممثل. لا الممثل ما يصبغ وجهه. ايش دراك انه ما يصبغ وجهه؟ ليش ما يصبغ؟ تحط مكياج. انا ممثل؟ ايه. الحين لما تمثلي في اي مسلسل ما تحطي ميك اب وكذا؟ صبغتي وجهك ولا ما صبغتي؟ لا المهرج يصبغ اكثر. والله احمر. طيب المهرج للاسف الشديد حاب اقول لكم اكلتوا صحيحه 5 درجات من الفريق الثاني. اجابه صحيحه. الفريق الفائز للجوله الاولى هو فريق الفراشه. مرحى 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 مرحى. قولوا معايا يلا مرحى 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 مرحى. انتوا ليش تقولوا؟ انت معربين. قولوا معي ما قاعد اقول. يا سلام. يلا نروح للجوله الثانيه. تعالي هنا ايوه عشان تكون مسافه متكافئه. وبسم الله وعلى السؤال يقول خذوا شهيق، خذوا سفير، خذوا زئير. طيب السؤال يقول، انت تساعديها انت يا فيا انت وخوله. السؤال يقول بحرف الكاف. ابعد يديك انت وياها. السؤال يقول بحرف الكاف من الفواكه ذات اللون البني. كنفة. البني 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 البني. جيت بقول شفت الاستعجال كيف؟ مو احنا. ها؟ هم اللي قالت. ايش انت بتقولي؟ هي قالت كيف اجف في، هي كانت بتقول لي كمان كيوي. والله؟ ايه. طب لون اخضر. ها؟ لون اخضر من جوا. ومن برا؟ لا من برا بني. اسود كمان. اسود؟ بني واسود مع بعض. هذاك افوكادو ذاك مو. طيب اللي ضرب الجرس الاول مين؟ احنا وجو خاطر. منار الله المستعان. وبذلك قالت كمثرة. انا قصدي كيوي. كمثرة ما شاء الله كمثرة بنية شكلها هذه في اليونان اتوقع. الكمثرة البنية التي تزرع في اليونان صح؟ صح. ولا في كوكب ايام زمان صح؟ ها؟ يلا اجابة غلط واخذتوا 10 نقاط منهم يا فريق الفراشات. معوضين خير ركزوا. اكلوا 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 لازم ياكلوا نفسهم. يلا السؤال يقول بدون ما تهدي يديكم ها؟ يلا بحرف الالف. عضو في الجسم مهمته متعلقة بالرائح. أمعاء. أمعاء.
شمامي لمعة لمعات شم اللسان صح؟ ها اللسان يشم؟ احنا تعبان ولا ايش؟ العنب يشم؟ ايه طيب حلو ما شاء الله منار ما شاء الله انت قلتي لها؟ لمعة؟ لا ما المشكلة في خولة المشكلة في خولة اللي جالسة تعطيها الإجابات اللي ما شاء الله تبارك الله إيش هذا يا خولة؟ لأن قلت ضعف الروائح روائح فيها لمعة؟ هذا اللي ما شاء الله تبارك الله يقول لك أنا لازم أجاوب ها؟ ما شاء الله سرعة البديهة عندكم بالريوس يلا ما عليه يلا أخذوا من نفسهم 10 درجات